بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية نرحب بكم جميعا، ويسرني ويسعدني أن أقدم لكم هذه الجلسة الحوارية بالأسبوع العالمي ريادة الأعمال مع الطلبة متميزين في مجال ريادة الأعمال. معنا محمد العمراني وأيضا منى الزيد وأحمد شرحيلي وعمر الزهراني، على أمل أن تستمتعوا وتستفيدوا حول كل ما يخص موضوعنا والتحدث عن تجربتهم وعن مدى الاستفادة من خلال التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية بمجالهم في ريادة الأعمال. أود في بداية أن أسأل أحمد شرحيلي عن كيف كانت بداية المشروع من داخل الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا وكنا في السنة الثانية في دراسة تخصص القانون بالجامعة السعودية الإلكترونية فرع الدمام، وطرحت الفكرة أثناء لقاء جمعنا بالزملاء. كانت فكرتنا عن دمج التقنية بالتخصص اللي ندرسه. بيئة التعلم في الجامعة السعودية الإلكترونية تعتمد على أدوات إلكترونية متعددة، فكانت الفكرة أن نستخدم أدوات مشابهة في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية. كان في هناك بعض الأفكار مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير أدوات معينة لفحص العقود. بعض الزملاء وجد أن تطبيقها مستحيل، بعض الزملاء وجد أن الصعوبات والعقبات كثيرة، وفي الأخير توافقت أنا وزميلي عمر الزهراني على الرؤية والرسالة والأهداف وبدأنا المشروع. أحب أن أنتقل الآن إلى عمر الزهراني، وأود أن أسأل سؤال عن ما هي أثر الجامعة عليكم كرواد أعمال وعلى مشروعكم الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أثر الجامعة كان بداية علينا من خلال أعضاء هيئة التدريس، من خلال تقديم الدعم والمشورة في تخصصنا في مجال القانون. كل كان يقدم لنا الدعم في حسب تخصصه والمادة التعليمية اللي يدرسها ومن خبرات الحياة اللي عاصرها. وحقيقة لم يبخل علينا أي من أساتذتنا الفاضلين بالتوجيه والإرشاد. أيضا تم توجيهنا في كيفية تقديم خدماتنا القانونية، طرح الفكرة من قبلنا طبعا، وعن كيفية نيتنا بتنفيذها على أرض الواقع، لأننا في وقتها كنا لا نزال طلاب نخشى مخالفة النظام، فضلا عن عدم موثوقيتنا لدى أي شخص يرغب باستشارة أو بصياغة عقد مثلا، وخصوصا عندما تم اتخاذ قرارنا بأننا سنقدم خدماتنا القانونية بشكل إلكتروني. تم توجيهنا من قبل أساتذتنا الفاضلين أن نقدم خدماتنا القانونية من تحت إشراف مكتب محاماة، فتم توجيهنا من قبل أساتذتنا أن تكون خدماتنا مقدمة تحت إشراف مكتب محاماة لضمان جودة المخرجات وضمان سلامة العقود من حيث الصياغة، وأيضا من حيث سلامة تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية. أيضا من ضمن أثر الجامعة أو في تطوير عملنا، كما ذكر زميلي سابقا، نحن تعلمنا من خلال بيئة إلكترونية عززت سهلت عملنا، لأن المبدأ تقريبا واحد مع اختلاف المتلقي، هنا يكون طالب جامعي وهناك يكون طالب خدمة قانونية، إما باستشارة أو بصياغة أو خلاف من الأمور القانونية. ممتاز، يعطيك العافية. حسب ما ذكرت أحمد أنكم انتقلتم من منصة إلكترونية إلى شركة محاماة، هل ممكن تذكر لي هذه التجربة وكيف تطور المشروع من منصة إلكترونية إلى شركة محاماة؟ احنا اثناء دراستنا في الجامعة وقبل التخرج بدأنا من خلال حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، كنا نقدم الخدمات القانونية من خلالها. بعدها وجدنا أن هذا الشكل غير احترافي، فانتقلنا إلى موقع إلكتروني قمنا بتأسيسه والإشراف عليه وبرمجته، ثم تطور هذا الموقع إلى أن كان تطبيق إلكتروني على منصتي الأندرويد والآيفون. بعدها قدمنا تقريبا أكثر من 3000 استشارة وأكثر من 600 خدمة قانونية مختلفة. عملنا يدا بيد مع زملائنا محامين مرخصين سبقونا في المجال،
بعد ما قطعنا شوط كبير في هذا المجال رأينا أن نتحول إلى أن نكون شركة، شركة محاماة، واستفدنا من نظام الشركات المهنية الجديد، والآن بحمد الله نعمل من خلال شركة محاماة اسمها شركة إنصاف للمحاماة. هذه الشركة تقدم خدمات متعددة، منها الترافع في القضايا، صياغة العقود، التوثيق، التدريب، والحمد لله على ما وصلنا إليه، وما زلنا نطمح بالمزيد إن شاء الله. أود أن أسألك يا محمد العمراني عن من أين تبدأ في عالم ريادة الأعمال؟ شكرا لاستضافتكم لي اليوم، وسعيد بوجودي مع الجامعة اللي درست فيها وتخرجت، وأضافت لي قيمة كبيرة في مسيرتي العملية ومسيرتي المهنية، وسعيد بتواجدي اليوم للحديث عن في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. البداية تأخذ عدة أشكال، إما في تحديد مشكلة ومن ثم تطوير فكرة حلها، أو بتطوير حل قائم عبر إضافة تحسينات وخصائص إضافية له. كذلك ممكن تكون فكرة موجودة عندك ممكن تقدم قيمة مضافة للمستفيدين منها. طبعا كل ذلك يتطلب منك دراسة لفهم أعمق للمشكلة والحل، ولابد تأخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي احتياج المستفيدين من الخدمة. رائع. ما هي الركائز الأساسية لتطوير فكرة المشروع؟ ممتاز. طبعا بعد تحديد المشكلة وفكرة الحل ودراستك لها، ابدأ مباشرة بتطوير نموذج العمل التجاري ليتمحور حول من هي شريحة العملاء اللي أنت مستهدفها، طريقة إدارة العلاقة مع كل شريحة من شرائح العملاء، قنوات تقديم الخدمة، القيمة المضافة اللي يحصل عليها عملائك، الأنشطة الرئيسية اللي راح تتبعها لإيصال الخدمة أو المنتج، الموارد الرئيسية اللازمة لإيصال الخدمة، شركائك المحتملين، وأخيرا أهم عنصرين عندك اللي هي تحديد مصادر الإيرادات وهيكلة التكاليف. ممتاز جدا، رائع. نود أن ننتقل إلى منى الزيد، وود أن أسألك سؤالا عن كيف بدأت فكرة مشروعك ومن هي الفئات المستهدفة. سعيدة جدا تواجدي اليوم. طبعا الجامعة لطالما كانت داعم رئيسي لنا، سواء كريادين أعمال أو كأشخاص موجودين في قطاع الكوربريت أو الأعمال والوظائف. بدأت الفكرة من تجربة شراء لجهاز إلكتروني من متجر إلكتروني لأحد شركات التجزئة المحلية. احتجت إلى معلومات إرشادية أكثر حول المنتج قبل ما أشتريه، وقضيت معظم وقتي بأني أبحث عن تقييمات مفيدة عن المنتج قبل ما شريته وبعد ما شريته. وصل لي المنتج بعد فترة زمنية طويلة بدون خدمات ما بعد البيع، طبعا خدمات ما بعد البيع مثل التركيب. بعد هذه التجربة بحثت أكثر في السوق، وجدت أنه كثير من المستهلكين يواجهون المشكلة ذاتها. بالمقابل وجدت كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع تحديدا تقدم خدمات ومنتجات جودتها جدا عالية، لكنها غير قادرة على المنافسة لأنه السوق هذا غالبا محتكر. كذلك وجدت كثير من المراجعين وخبراء تقنيين في عدة منصات مثل جروبات التليجرام يشتغلون على مساعدة الأشخاص باختيار منتجات إلكترونية الأفضل، ويقدمون النصائح الإرشادية حول الأجهزة. ومن هنا بدأنا أنا وشركائي سارة وفيصل سبيعي من نادي الجامعة. طبعا النادي الجامعة هذا تقني، وجمعنا لتأسيس منصة هدفها الأول هو أن نمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية من أنها تنافس في أحد أكبر قطاعات التجزئة، بالإضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي حول الأجهزة ودعم المجتمعات التقنية. فباختصار كيبلز هي منصة تجارة إلكترونية قائمة على الابتكار الاجتماعي، متخصصة في قطاع الإلكترونيات والأجهزة والاتصالات. طبعا هذا القطاع هو ثاني أكبر قطاع تجزئة رقمي بالعالم. من خلال كيبلز قدرنا أن نمكن المحلات والمتاجر الصغيرة المتخصصة في الأجهزة من تقديم المنتجات والخدمات عبر الإنترنت من خلال منصة كيبلز، ونشرك المجتمعات التقنية والخبراء التقنيين بالمساهمة في أنهم يدعمون عملاء البائعين على المنصة ويقدمون التوصيات عبر المنصة عن المنتجات والأجهزة الإلكترونية الأنسب. ممتاز، رائع. ننتقل إلى سؤالنا الثاني، ما هي التحديات التي واجهتك بريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية؟ أهم التحديات هو كان التحدي الأول والأهم هي مسؤولية بناء الثقة بمشروع ناشئ.
طبعا من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا كمشروع تقني ناشئ كانت مهمتنا ببناء ثقة أصحاب المصلحة، بناء ثقتهم فينا، ومن ثم بناء الثقة بين البائعين والمشترين وكذلك المراجعين التقنيين، ونشركهم مع بعض في منصة كيبلز. طبعا الهدف الأصغر اللي بدأنا فيه هو تمكين 30 منشأة صغيرة ومتوسطة في قطاع الأجهزة الإلكترونية بالرياض من أنهم يقدمون خدمات حول التجارة الإلكترونية. جعلنا أمام التحدي الأكبر وهو دعم هذه المنشآت أن نوصل لمستوى ثقة ورضاء العميل من خلالهم، خاصة في على الإنترنت، حيث أنه ثقة العميل تكون غير جيدة غالبا. وكذلك هذا القطاع اللي حنا قاعدين نشتغل فيه هو أكبر القطاعات المستحوذة محليا، وقدرنا أن نتعامل مع انعدام الاعتمادية على الأتمتة علشان ندير عمليات لدى هذه المنشآت وغيرها، اللي نتج عنا بعض المشاكل في إدارة عمليات البيع الإلكترونية عندهم. إلا أن الحمد لله استطعنا الحصول على ثقة 30 المنشأة واتخاذ السلوكيات النموذجية لرفع الموثوقية وتوجيه العملاء المنشآت الصغيرة المتوسطة بالقطاع، كذلك إشراك التقنيين لدعم العملاء، بالإضافة لتدريب وتثقيف البائعين علشان يتكيفون مع متغيرات الاقتصاد الرقمي ونزيد مبيعاتهم وتمكينهم من معالجة العمليات إلكترونيا. طبعا كل هذا من خلال منصة كيبلز بأبسط الطرق وبأربع نقرات فقط. طيب، أود أن أسألك سؤالا عن متى بدأت كريدة أعمال في التجارة الإلكترونية؟ طبعا أنا بعد ما تخرجت من الثانوي تخصصت بتخصص الـ IT في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، انسحبت من أول سنة ثم انضميت لجامعة الأميرة نورة بتخصص إدارة الأعمال، لكن كذلك ما وجدت نفسي بهذا التخصص. بعدها قرأت عن تخصص تجارة إلكترونية بالجامعة الإلكترونية وقدمت عليه مباشرة لأنه كان تماما مقارب لشغفي ريادة الأعمال، ومن هنا بديت مجالي في ريادة الأعمال. ممتاز. طيب ختاما سؤالنا هو عن كيف ساهم تخصصك في دعم مسيرتك بريادة الأعمال؟ طبعا الجامعة ساعدتني بالحصول على المعارف النظرية، سواء من المبادئ النظرية المحاسبة أو قانون الأعمال الإلكترونية أو الاستراتيجيات المثلى لإدارة الأعمال الإلكترونية. ننتقل إلى محمد العمراني، سؤالنا هو ما هي التحديات بعد إطلاق المشروع؟ توجد العديد من التحديات، أبرزها تحديات تتعلق بالنمو والاستدامة، كذلك في تحديات تتعلق بجذب العناصر والموارد البشرية واستدامتها في شركتك، المنافسة العالية في السوق وصعوبة وصول الفكرة إذا كانت جديدة، وكذلك من أبرز التحديات هي التحديات تتعلق بالإدارة المالية وأهمها التدفقات النقدية. يعطيك العافية. ودنا نختم بلقائنا هذا بنصيحة لرواد الأعمال تكون زملائكم من الطلبة المقبلين والخريجين أو المقبلين على سوق العمل. نصيحتي لرواد الأعمال الجدد هي أن يستفيدوا من تجارب من سبقهم، وأن يعلموا أن لا يوجد مستحيل، ولكن يجب أن يتسلح كل رائد أعمال بالعلم والمعرفة، ويجب أن يتروى ويصبر وما يندفع. دراسة الجدوى لابد أن تكون حاضرة، لابد أن يدرس السوق بشكل جيد، مع وضع يعني أن يضع بالاعتبار المتغيرات. الآن إحنا في السوق السعودي الأنظمة يعني متلاحقة، فإذا ما كان رائد الأعمال حاسب حسابه راح يصطدم في النهاية بأنظمة خالفت كل توقعاته، فلابد أن يكون يعد العدة ويكون عنده خطط جاهزة فيما لو حصل شيء لا قدر الله أو نظام خالف الأساس اللي بني عليه مشروعه. طبعا أنصح بداية الاستفادة من البرامج المقدمة من عدد كثير وكبير من الجهات الحكومية اللي ممكن أنها تعطي رائد الأعمال المهارات اللازمة وتوجيهه لبدء مشروعه بشكل صحيح. كذلك أنصح أن يتم البدء بخطوات صغيرة والتركيز على مجال واحد، ومن ثم تحديد متطلبات النمو للمشروع واستدامته. ختاما نشكر لكم حضوركم ونشكر الجميع المستمعين، ونود أن نلقاكم إن شاء الله في مبادرات أخرى.